بس هو حضنها قدام الجمهور. اللي حصل ما بين راغب علامة وليلى علوي مش سهل يحصل ما بين اي اتنين فنانين. ايه بالضبط اللي حصل ما بين ليلى علوي وراغب علامة؟ وايه سر الصداقة الكبيرة ما بين الاتنين؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حفل راغب علامة اللي حصل في الساحل الشمالي كان واحد من الحفلات اللي الناس كلها كانت مستنياها. ناس كتير مهمة كانت حاضرة، ولكن واحدة من النجوم اللي جذبت أنظار الكل ليها كانت الفنانة ليلى علوي. جمال ودلال ملوش مثيل. ليلى علوي ظهرت بفستان أصفر جميل جدا عليها، كان فعلا حكاية لوحده. الناس كانت مش بس معجبة بجمالها ودلالها اللي طبعا ما يختلفش عليه اتنين، لكن كمان بالثقة والأريحية اللي كانت ظاهرة بيها. ظهرت بقى الثقة دي اكتر لما النجم راغب علامة فاجئ الكل وراح عليها لوحدها بس هو حضنها قدام الجمهور. ودي مش اول مره راغب علامة يعمل كده مع ليلى علوي، لانهم اصدقاء من زمان جدا وبينهم حب وتفاهم لابعد الحدود. المهم ان اللقطه دي خلت الناس على السوشيال ميديا تتكلم عنهم، فيديوهات وصور بدات تنتشر، والناس بدات تسال عن طبيعه العلاقه بين راغب وليلى علوي. هل مجرد تقدير واحترام بينهم ولا في حاجه تانية؟ بس مهما كان، اللي ما يختلفش عليه اتنين هو ان ليلى علوي كانت في كامل أناقتها وجمالها، وكذلك النجم الكبير راغب علامة.